انتي كتدوشي في امان الله باخر شويه بديتي كتحسي بيديك كيتقالوا عليك وراسك بدا كيزنزن عارفي بلي الاكسجين كينقص ودماغك بدا يتسمم ضربي بالجهد داك الباب وخرجي برا الدوش وحلي كاع البيبان والشراجم راه شوفو بدا يخنقك ولا دخلتي شي نهار الدار ولقيتي شي حد طايح في الدوش ولا حداه شي مجمر ما تسني والو عتق خرجي من ديك البلاصه لدي شي بلاصه مهويه حلي كاع الشراجم باش يدخل الاكسجين وعيطي سور بلاص لومبيلونس اولا للمركز المغربي لمحاربه التسمم خاصو يمشي لاقرب مركز ديال المستعجلات وباش ما تعاوش هاد القضيه ما عمرك دخل المجمر ولا البوطه للدوش وديما دير شوفو على برا اولا حدا شي شرجم باش يبقى ديما مهوي ويكمل احتراق ديال الغاز مزيان وبقى دير ليه الصيانه بشكل دوري